الذي يتماشى مع موقف منظمات حقوقية عريقة مثل منظمة العفو الدولية ومثل هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية. نعتبر أن هذا منظمة حقوقي والدولة التي تعتبر نفسها لا تنتهي حقوق الإنسان لا يجب أن ترفض هذا المطلب وأن تتهرب منه. فهذا عندما تكون هناك تقارير مضادة وهناك من يعتبر أن هناك انتهاكات والدولة المغربية تقول أنه ليست هناك انتهاكات بل هذه أمور يعني تسيس وغير ذلك، فأحسن وسيلة هو أن تكون هناك آلية محايدة أممية تراقب يعني مدى حقيقة التقارير التي تصدر عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء. والمغرب لا يرفض الآلية الأممية ويشتغل مع الآلية الأممية ويقول دائما أنه من البلدان التي تفتح أبوابها للآلية الأممية، وهذه آلية من تلك الآلية الأممية.